مشاهدي قناة عالي، السلام عليكم ورحمة الله، أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم في حلقة جديدة من برنامج حصلها. البرنامج كما عودناكم في الحلقات السابقة يطرح أسئلة من اختبار القدرات. هدف البرنامج أنه طالب الجامعة أو خريج الثانوي اللي بيختبر اختبار القدرات يستفيد من خبرة ضيوف البرنامج. في البداية خلونا نتعرف على ضيوف حلقتنا اليوم. معنا هنا أمير، محمد، أيمن، محمد، محمد وعلاء. محمدات كثيرة ما شاء الله. يعطيكم العافية. مشاهدينا كما عودناكم في كل حلقة نطرح سؤال من اختبار القدرات ونعطي الشباب دقيقة. ليش دقيقة؟ لأن سؤالنا اليوم من أسئلة اختبار قدرات، والشباب أكيد قدها وما راح يستغرقوا وقت أكثر من الدقيقة. طيب خلينا نشوف سؤال اليوم. رجل لديه مبلغ من المال مقداره 200,000 ريال، استثمره في أنشطة تجارية، وبعد فترة من الزمن ربح فيه 40%، ثم أعطى أحد الجمعيات الخيرية 10% من المال. السؤال: كم المبلغ الذي تبرع به للجمعيات الخيرية؟ الخيارات: ألف، 2,000 ريال، باء، 1,000 ريال، جيم، 28,000 ريال، دال، 40,000 ريال. بعد طرح السؤال صار أمام الشباب انتظار الإشارة من طلحة لبدء الحل. أبدأ الجواب. قم المبلغ المال السؤال في فلوس انت. حاول تشارك الجواب. 10 يعني 10 يعني 10 يعني 10 يعني 10. لا تنسونا من التبرعات يا شباب. خلصتوا الجواب ان شاء الله؟ بس عشان انه انتهيتوا؟ ما شاء الله تبارك الله شباب، انتهوا قبل انتهاء الدقيقة. خلينا نخلي الوقت يمشي. انتهت الدقيقة، يعطيكم العافية ما شاء الله تبارك الله. الفريقين انتهوا قبل انتهاء الدقيقة بقليل. طيب لما ناخذ الأجوبة فقط، الخيارات ايش اخترتوا؟ ألف، باء، جيم، دال. الفريق الأول الإجابة جيم. الإجابة جيم اللي هي 28,000 ريال. طيب الفريق الثاني محمد. 28,000. 28,000 ريال. برضو نفس الإجابة. نفس الإجابة. غش منهم يعني. لا عندنا حل هنا موجود. لا 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 هم قالوا أول جواب. هذا يسوي هذا. طيب يعطيكم العافية. حنأخذ منكم تفصيل الجواب، لكن خلونا نشوف الجواب اللي أخذناه من مختص في اختبار القدرات. خلينا نشوف سوية. الجواب جيم، 28,000 ريال. طريقة الحل رياضيا: الربح يساوي 20,000 ضرب 40 قسمة 100 يساوي 80,000. الربح 200,000 ضرب 40 على 100 يساوي 80,000 ريال. المبلغ بعد الاستثمار 200,000 زائدا 80,000 يساوي 280,000 ريال. المبلغ الذي تسلمته الجمعية الخيرية 280,000 ضرب 10 على 100، الناتج 28,000 ريال. طريقة الحل ذهنيا: مقدار المال يساوي 200,000 ريال ربح في 40%، أي إن كل 100 ريال تعطي 40 ريال، إذن 200 ريال تعطي 80 ريال، إذن 200,000 ريال تعطي 80,000 ريال، إذن الربح 80,000 ريال. إذن المبلغ الإجمالي بعد الربح يساوي المبلغ زائدا الربح 280,000 ريال، ثم أعطى إحدى الجمعيات الخيرية 10%، أي 28,000 ريال. مشاهدينا عدنا لكم. الآن نبغى نشوف الجواب التفصيلي من الشباب، كيف جاوبوا على هذا السؤال. الفريق الأول أيمن، ياليت تقول أنا كيف جاوبتوا على هذا السؤال بالتفصيل. هو طبعا مقدار المال 200,000 ريال، فالـ 200,000 ريال هنضربها 40 على 100، نضرب 200,000 40 على 100
هيكون الناتج 80,000 ريال. نجمع ال 200,000 ريال و 80,000 ريال عشان هو كسبهم هيكون 280,000 ريال. هو تبرع من 280,000 ريال لهذا المبلغ الجديد، تبرع منه ب 10%. 10%. هنسوي زي ما سوينا فوق، نضرب في 10 تقسيم 100. فهيكون الناتج 28,000 ريال. بس هو تبرع يعني معقوله بس 28,000؟ هو ممكن 40,000؟ لا هذا طريق ترى كريم الرجال، انا عارف. متاكدين جيم؟ ان شاء الله جيم. طيب يعطيكم العافيه. خلينا نشوف الفرقه الثانيه كيف جاوبتوا على السؤال. السؤال يعني وسط، يعني ما هو صعب جدا ولا هو بسهل يعني. جميل. يبغى له شويه تفكير بسيط كذا. الطريقه التفصيليه كيف جاوبتوا على السؤال؟ يعني قال هو انه عنده مقدار من المال 200,000 ريال. ايوه. يقول استثمر في انشطه تجاريه وبعد فتره من الزمن ربح فيها 40%. يعني 200,000 ريال ربح فيها 40% اللي هي كم؟ 280,000 ريال. يقول ثم اعطى احدى الجمعيات الخيريه 10%، يعني عندي 280,000 اعطى منها 10% من المال لديه. فيقول السؤال كم يبلغ التبرع اللي هو 10% فيه للجمعيه الخيريه؟ 280,000 ريال، تبرع منها 10% اللي هو 28,000 ريال. هذه 10%. هذا هو السؤال بس. متأكد أنت كمان؟ إن شاء الله بإذن الله. لأنه فيها تبرع وخير وكذا ترى. أبدا. الواحد سخي. لا إن شاء الله متأكدين من السؤال. طيب للأسف الجواب جيم، يعطيكم العافية. الله يعافيك. جوابكم صحيح، وبإذن الله إن شاء الله نتمنى إنه خريج الثانوي أو زي ما قلنا اللي مقدم على اختبار القدرات استفاد من الطريقة التفصيلية اللي ذكرتوها لحل السؤال. يعطيكم العافية. الله إن شاء الله نشوفكم إن شاء الله في لقاءات ثانية بإذن الله. كان السؤال متوسط يعني، لا هو بسهل ولا هو بصعب يعني. أشوف إن كان جيد يعني، سؤال جيد. كان مستوى السؤال بسيط يعني، كان مجرد نسب نأخذها من المبلغ الأصلي اللي هو للاستثمار، بعدين نجمعها من مبلغ الربح مع المبلغ الأصلي، وبرضه نأخذ نسبة اللي هي اللي تبرع فيه. كان بسيط نوعا ما. السؤال ما كان بذلك الصعوبة، لأنه يحتاج فقط لمعرفة طريقة ضرب القسمة في النسب المئوية. سؤال متوسط الصعوبة وبيتكرر بعض الأحيان في اختبارات قياس. سؤال الحمد لله نحن الثلاثة كنا عارفينه. أي أحد هيدخل القدرات لازم يكون عنده فكرة النسبة. فكرة النسبة المئوية بتحل بأكثر من طريقة. الطريقة اللي أنا دائما بتبعها واللي استعملت في اختبار القدرات اللي هي كانت تقسم على 10% بعدين تضرب بأربعة يطلع 40%، بعدين تحسب 10% من القيمة الإجمالية، وما يحتاج وقت كثير. فتحسبها يعني بديهية، ما يحتاج ورقة وقلم يعني. هو في طريقة طويلة اللي تقدر تشرح بها وتوصل بها المعلومة، في طريقة قصيرة اللي هي فكرية. احنا استخدمنا الطريقة الطويلة عشان توصل المعلومة للطالب، أما الطريقة السريعة ممكن ما توصل لكل الطلاب. طبعا احنا ما بنخمن، لأن انت لما بتكون بالأمور الكمية فلا يوجد تخمين. نحن حلينا وتشاركنا معك مجموعة، كل جواب كنا نختاره كان يعني موافق من قبل الجميع. مشاهدينا نلقاكم بإذن الله في سؤال آخر وحلقة أخرى من برنامج حصلها. السلام عليكم ورحمة الله.